في عنا احتمالين. الاحتمال الأول إنه أصحاب السيارة كان بدهم الشرطة تلاقيه، مشان هيك خبروا الشرطة. والاحتمال الثاني إنه في حرب بيناتهم، واحد منهم حط القنبلة والتاني خبر عنا قبل ما تنفجر. طيب، بكل الاحتمالات هنو كان بدهم الشرطة تلاقي السيارة، بس السيارة المفخخة على شو بتدل؟ انت شو رأيك بالموضوع يا تامر؟ بتخيل انها بتدل على التخويف. مين اللي خوف مين؟ اللي خسر الرئاسة خوفوا اللي هنن بالرئاسة. اذا انفجرت بتخوف اكتر. في قنبلة اكبر من الانفجار. لأن القنبلة يا أما بتفجر شخص أو بتفجر مكان، أما الخوف فرح يضرب البلد كلها ورح يخلي الناس تقلق، وهذا من أهم خصائص الحرب النفسية. يعني ليش عم بيحاولوا يخوفوا الناس طالما الشعب ما له علاقة بهاي الحرب؟ مشان يكسبوا الرأي العام. لو انفجرت السيارة لكان الناس كلياتهم توحدوا ضد الإرهاب وما كان خاف حدا، وكانوا قرروا يقاوموا. بس هلأ قدروا يزرعوا الخوف، لأنه أي واحد من الناس كان ممكن يكون واقف جنب السيارة. هاللعبة من جوات البلد ولا من برا؟ هاي لعبة كبيرة يا ميماتي، في لعبة بالداخل وفي لعبة بالخارج، ونحن شغلنا ننزع هاي الألعاب. الليلة عنا شغل، ما لازم حدا يتحرك من هون. يا شريك، ليش ما عم تدفعوا للعمال رواتبها؟ في أزمة مالية كتير كبيرة، العمال ما عم يقدروا ياخذوا حق الخبز لعائلتهم، كل هذا بسببكم. اسمعوني، عطوا للعمال حقوقهم، ما بدنا وجع راس. بس يا سيدي يالجين. انسى يالجين بولوت. إذا هن ما دفعوا دفع أنت. تعرف إنه حبيتك يا ديك؟ صدقني أنت زلمة، لأنك عم تقول الحقيقة. ما بدي أهل محبة، يعطيني حقي. ما عم نقدر ناخد راحتنا بالحكي قدامه لأنه شريكي. شو رأيك نفكر بالحكي اللي قاله؟ شو رأيك نعدلنا بشي محل راسي لراسك ونشرب لنا كاسين ونخلص من هالقصة كلياتها؟ حرام الشرب برمضان. حبيبي، الحساب والذنب أنا بتحمله. أنا ما بشرب كحول. أخي لا تشرب، أنت بس رافقني. أخي اشرب لك كاسة صودا مع الليمون، شو رأيك؟ ها؟ عنا ببلدنا أبناء العائلات الكبيرة الغنية صاحبة القوة والنفوذ ما بينسجنوا بسبب تهم منحطة، ولا بينحكموا مدة طويلة. وشو ممكن رجال غني يعمل بالسجن؟ نحن عم نقرأ كل يوم بالجرايد إنه الجريمة بتنوجد بمكان الفقر. الكل ممكن يرتكبوا جريمة فؤاد بيك، يعني الأغنياء مثل الفقراء بهالموضوع. أنتو مثلا تعاطي الكوكايين مانو جريمة، هو ما بيضر حدا، والسيجارة بتضر أكتر منه. إذا مسكوك جريمة مو ممكن يصير هالشي، مين بده يمسكني؟ إذا كنت رح خليهم يمسكوني مشان تعاطي الكوكايين ما بيكون اسمي تدر أغلو. هاد اللي كنت عم أحكي عنه، الحرية وتعيش مثل ما بدك، هاد له تمن كمان، وهذا التمن إنكم تعيشوا تحت الأضواء، وتمن إنه تعيشوا تحت الأضواء تتظاهروا إنكم بتحبوا تساعدوا الناس. شو بدنا ندفع ضرائب أكتر؟ ونتبرع أكتر؟ يالديز، اللي شو في عندك بصراحة؟ اللي بدي إياه إنكم تحلوا الموضوع بشكل شخصي. شو قصدك؟ توقفوا ضد وجود سلاح بالبيت. لا تضحكني يالديز، ليك أختي قدامك قتلت مرتي مشان أخوك. الناس مانن أغبية لهالدرجة. لنفترض إنهن قتل حدا ببيتك وإنت ضد السلاح، ما بدهن يتساءلوا ليش دخلت سلاح لبيتك وانت معارض لهالشي؟
ومين اللي رح يقول هيك؟ القوة والسيطرة بإيدينا. رح نقول للناس إذا كان في حادثة وفاة بعائلتنا لأنه وجود سلاح مو صح. ما فهمت شو الفائدة اللي ممكن نحصل عليها. رح يوقف بصفنا الرأي العام إذا صار شي بالمستقبل، وهيك ما رح يخطر ببال حدا أبداً أنه حدا من أولاد هالعيلة له علاقة بالجريمة. يلدز اسمعني منيح، أنا ما بقدر كذب قدام حدا. أعمال الجمعيات هاي ما بتناسبني. هودا توروس رح تكون كمان جوات التنظيم. إمتى حكيت مع هودا؟ أنا ما حكيت، أنت اللي رح تحكي يا أنجي. صبية حزينة كتير أبوها راح ضحية الإرهاب، بما أن أكتر شخص متضرر من وراء هذا التسلح الفردي رح تطلب إيقاف الدم. من أيمتى الكلاشينكوف سلاح فردي يا أخي الكريم؟ عنا موضوع مهم أجلناه من وقت ما مات بابا. نحن مو صار لازم نعيد تشكيل الإدارة؟ أنا عندي شيء لازم أقوله بخصوص الموضوع، بس رح أسمعك قبل يا بنتي يا هدى. كل الشركات العائلية بتحدد عدد الأفراد الموجودين بالإدارة من العيلة. وقت كان بابا عايش كان عنا 3 أشخاص من العائلة داخل الإدارة. أنا بدي إنهم نزل العدد لـ2 وبدي عين مكان بابا. آسفة تأخرت عليكم يا جماعة. تعالي يا جودي. من هلأ وطالع جودي رح تكون ممثلة لقسم من حصصي بالإدارة. بتمنى يعجبكم اقتراحي. إن شاء الله يكون هذا خير علينا كلنا. ولحتى ناخذ هذا القرار بدنا موافقة مجلس الإدارة مشان الإجراءات القانونية، ولازمنا كمان موافقة مراد على مدار. أنا حكيت مع مراد وهو وافق. طيب ماشي. هدى أنت منيحة؟ إيه منيحة منيحة. لما بتوقف تقطع تذكرة الدخول رح صد الطريق قدامها بسيارتي، وانت خليك جنب الكشك تيل الشوفير والحارس بالمسدس الكافي. أمرك سيدي. وانتوا استعدوا، احتمال كبير انه يصير اشتباك. أمرك سيدي. مصاري بالمخزن رح ناخده ونهرب بسرعة. يلا Thank you.
الشباب جاهزين معلم. مماتي؟ كأنه الفخ قريب شوي. لا هيك منيح. عزت أنا مقرب، بس يعطونا إشارة بتاخد الحبل وبتركض على الجهة التانية دغري. بس اوعى تدعسك شي سيارة وانت عم تركض. شو مفكرني عمران؟ ليش كان من قبل في جسورة مرسورة؟ كنا نمرق من نص الشارع وما نسأل. خلص اسكت، بس ينفجر دولاب السيارة دغري بتسحب الحبل اللي عندك مشان ما تجي سيارة تانية وتتضرر. الخزانة هون عمران، طلعوا كل المصاري. لازم يوصلوا هلا. بجوز علقت بشي محل يا معلم. وين بدها تعلق؟ هذا هو العنوان اللي اعطيتوني اياه تركيبك. مو انا اللي اعطيتك العنوان اخ حسني، اوصل اللي اعطيتك اياه. ما توقعت ابدا يكون بهيك مكان واضح. ممكن يكون خطا. بعد اذنك تركيبك رح اعمل نظره صغيره وارجع. احسن شيء بتعمله. بس نحن على شو عم ندور بالضبط؟ لازم يكون محل لتجديد الاجهزه الطبيه، يعني بخوها دهان ويغلفوها لحتى تبين جديده. هلا فهمت عليك يا خانو. بتحبوا خلي سيارة شغالة ولا اطفيها تركيبك؟ خليه عم تشتغل.
طيب مثل ما بتأمر تركيبك. من كم سنة عم يشتغل معكم حسني؟ لساته جديد. انتو وين تعرفتوا؟ القدر هو اللي جمعنا، بس هو واحد كفو ومنيح. بس كأنه غريب شوي. ومين منا مانو هيك يا أنسة أوسو؟ ليك شو عم نعمل هلأ؟ اللي بيشوفنا هلأ بهذا الوقت شو بده يقول عنا؟ فالأخ حسني واحد مثلنا، رجال محترم بطارد نصابي الأجهزة الطبية. شو هاي الريحة أخ حسني؟ آسف كتير تركي بيك، لواتت حالي بالتنر وأنا عم كبه. شو يعني تنر؟ يا خانم أنا استكشفت المكان وطلع مثل ما قلتي، شفتهم عم بيجددوا شوية أجهزة طبية جوا، وكبيت التنر اللي لقيته، وبعدين حذرت الناس الموجودين بالمبنى إنهم يطلعوا، وبعدين شعلت النار وحليت القصة من أساسها. لك شو سويت يا حسني؟ يلا مشي بسرعة. شوف هاي جبنا لك لتحت رجليك الصودا والليمون، ما راح تشرب؟ قلت لك انا ما بشرب يا اخي. شو قلت لي اخي؟ انا ما بسمح لك تفتري على امي. قل لي مين ابوك؟ شوف قديش عددنا، اذا مننفخ عليك بتطير. انت هلأ سبيت امي علنا لانه انا معي مصاري وانت ما معك، بالنتيجة امي بلا شرف. اتركني منك يا دولاك. بنتي أنا بولوت، سجلي عشان ينزل بجريدة بكرة، سجلي الخبر، رئيس العمال انتحر. رئيس العمال الذي قال أنه استاء من العيش في الديون قال إنه لا يريد العيش أكثر في هذه الدنيا الخوانة وعديمة العدالة، شنق نفسه. ايه ونحن كإدارة موانئ ننشر إعلان التعزية، لا تنسي يا بنتي.
برافو. برافو يا ابني. شكرا. قوصت على شي عايش قبل هلا؟ عملتها بالعسكرية سيدي. ماشي. رح يكون لك شرف قتل مراد على المدار. أمرك يا سيدي. خلينا نقول إنه بعد شوي بدي جيب 50 مليون دولار، بس بعد شوي مو هلا. فيك تقولي لي شو بيقدم لي البنك عنكم؟ رح يكون لكم نسبة فوائد خاصة بالطبع سيد عمران. وغير هيك هلا إذا بتصل ببنت خالتي بتعمل تأمين بإصبارتها مثل ما أنتوا بتسووا هون. أنتوا مو بس بنك عادي، أنتوا بنك وراء مجموعة شركات قراجداغ. سيد عمران رح تتعاملوا بطريقة الـ VIP. VIP؟ حلوة على الإذن كتير. فيك توضحي لي بشو بيتمتع هذا الـ VIP؟ خدمة 24 ساعة لبطاقة مصرفية مفتوحة الرصيد. والله الخدمة إذا 24 ساعة فأنا موافق. فيكي تعطيني رقمك الخاص مشان أعرفك أكثر واتصل فيكي على طول كل ما أتذكر المصاري، لأنه أنا ما بحب أتعامل مع المجيب الآلي، ما بقدر أتحمل، أنا زبون بحب الدلال. تكرم عيونك. أهلا وسهلا فيك. منيح. هات كرتي تفضلي. عزات جيب المصاري حبيبي. شو كان اسمك؟ سيبال. اسمك حلو كتير كأنه نغمة شرقية. تفضلوا. كيف كنت عم تحكي على التليفون عمران؟ حبيبي وما حبيبي، هواتفنا مراقبة، شو مو عرفان؟ مثل ما شفتي سيبال خانم، هذا الدولار بيحمل الإنسان لمستوى كبير، بعدين الإنسان بيحمل الدولار. كيف بقوة الدب وأخلاقه. ايه حط المصاري هون حبيبي. شرف. يا أخي شو يعني مراد علمدار أخذ مصارينا يا بدري؟ أخذها سيد جلال. يا جمال عم تسمع؟ أعطينا مراد علمدار رشوة بدون سبب. أخي قلت لك إنه لازم تساوي هذا الشيء بالطيارة. يا جمال أنت بتعاندني برأيك بعض الأحيان. كل يوم عم بتمر الشاحنات من شمال العراق، بتحب تجي فاضية؟ معلم ما كان في مشكلة لا بالشاحنة ولا بالطريق، بس كانت علاقة منيح بيناتهم. ما بيعنينا الخلاف بين صفوف الدولة ولا النزاع. أنا ما بسمح لمراد علمدار إنه ياخذ مصارينا. أنت ما بتسمح بهالشي، بدري عم يقول إنه المصاري بمصرفنا. وهذا أكثر شيء عم يزعجني. والله عم أقول لحالي أترك هالبلد وروح على لندن وارتاح. هالمصاري من حساب مين بدها تروح؟ يا ترى منا نحن ولا من الاختيار؟ كيف بدنا نخصمها؟ اللي وكيف بدنا نقطعها؟ شو ذنب الزلمة؟ اللي شو ذنب الزلمة يا بدري؟ شو ذنبي أنا؟ معلم ما بعرف شو بدنا نساوي، بس عندي حل عملياتنا الجاي. تحويل رح يصير عن طريق المنظمات. في عنا هنيك جاسوس يا ألبير. عنده معلومات بخصوص السيارة المفخخة، شخص من جوات المنظمة، مشان هيك حبيت انه انت تحكي معه.
وانت كتير واثق فيه؟ كل فترة والتانية كنا نشتغل معه، واغلب المعلومات اللي كان يعطينا اياها صحيحة، وبمعلوماته قمنا بعمليات كبيرة ضد المنظمة. انا بشوف انه من الافضل اني روح مع زلمتكم اللي كان عم يتعامل معه من قبل يا اورال. بعدين انكشف امره، وهاد هو عنوانه الجديد. بدق الباب مرتين قصيرات وثلاثة طويلات وبيفتح. انت رح تتولى هاد الامر. سمعنا انه هنيك اكتر من سيارة مفخخة عم يضغطوا علينا من انقرة. اهتم منيح بهالقصة. فهمت. الرئيس قال انه بده يشوفك على رأس فرقة مكافحة الارهاب. مشكور. مرحبا. تفضل. مين انت؟ شوف الفخ اللي وقعت فيه يا مخابرات يا كبير. امشي يلا. يسلموا ايديك. وايديك معلم. امتى بتكون جاهزة؟ ان شاء الله خلال اسبوع بنحاول نجهزها معلم. الو مراد علمدار. زلمتك المسكينة البير صار بيدي. إذا حابب إنك تشوفه مرة تانية
جيب المصاري والسلاح للعنوان اللي رح قلك عليه، وإذا حاولت ما تجي رح اشنق لك زلمتك برباط صباطه. ما حدا رح يخلصك من ايدي هالمرة يا ظافر. هلأ هون ونقطة التقانا مع ظافر هون، رجاله رح يكونوا بهدول البنايات مشان يمنعونا نتقدم. نماتي شوف، عمران هدول المناطق لألكن، انت هون وانت بتكون هنيك. من المحتمل انه ألبير هون، هاي مهمتك. عزت انت خليك ورا الشاحنة وحمينا من الهجمات المفاجئة. تمام، رح نلتقي بالساحة وبدون ما حدا ينأذى. انت مجنون ولا عم تشتبه؟ بعد حدا يفتشني جايب لك شحنة مليانة سلاح. الرجال الخطأ، ما رح تقدر تطلع من هون.